مساء الخير، يا هلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا. نبدأ حلقتنا بهذا الموضوع، حيث ترأس وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن حمد الصمعاني الاجتماع الأول للهيئة لعام 2017 بمقر الهيئة السعودية للمحامين بالرياض، ودشن 5 أنظمة إلكترونية بالهيئة. سيكون لنا بالتأكيد وقفة مع هذا الموضوع، لكن بعد أن نتابع هذا التقرير. من المرحلة الأولى من أنظمة الهيئة الإلكترونية، دشن وزير العدل 5 أنظمة إلكترونية للهيئة السعودية للمحامين خلال ترأسه الاجتماع الأول للهيئة بالعاصمة الرياض. وتشمل هذه الأنظمة على النظام التقديم الإلكتروني لطلبات الترخيص والتجديد لرخصة المحاماة، والتقديم الإلكتروني للتقديم على عضوية الهيئة، والتقديم الإلكتروني على نظام الشكاوي والتي ترتبط بشكل مباشر بالموقع الإلكتروني للهيئة. في شأن قضايا آخر، أعادت دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض منذ بداية عملها في الثالث من رجب عام 1437 أرض تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 12 مليار ريال، وإعادة حقوق 30 ألف مساهم، وارتفاع إجمالي ما أنهته وزارة العدل ممثلة في دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض من قضايا مساهمات عقارية متعثرة إلى 53 قضية متعثرة تم إغلاقها وإعادة حقوق المساهمين فيها. للتعليق على هذا الموضوع ينضم معنا من استديوهاتنا في جدة المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمر الخولي. دكتور مساء الخير. في البداية، كيف تنظر إلى أنظمة هيئة المحامين الجديدة اللي دشنها وزير العدل، وتشتمل على مثلا نظام التقديم الإلكتروني لطلب الترخيص والتجديد لرخص المحاماة وغيرها من الخدمات الإلكترونية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أمسي عليك وعلى المشاهدين الكرام. الواقع هذه خطوة أو قفزة يعني جدا إيجابية ومتقدمة التي قامت بها هيئة المحامين قبل عدة أيام ودشنت هذه الأنظمة الإلكترونية. الواقع ما كنت أتوقع أن رغم حداثة عهد هذه الهيئة وأنها وليدة، لكن ما شاء الله تبارك الله لو تابعنا الجهود التي تقدمها والأعمال التي تنتجها هي عبارة عن قفزات لتعويض تلك السنوات التي خلت والتي كانت تسير في ضد مصالح المحامين وضد مصالح مهنة المحاماة بصفة عامة، إلا أن الآن ما شاء الله تبارك الله عادت الأمور إلى نصابها، وبدلالة هذه الأنظمة الإلكترونية الخمسة هذه مؤشر إيجابي وكبير على أن إن شاء الله بإذن الله القادم أجمل كثير الحمد لله. طيب دكتور، كمحامي قانوني، ويعني ما الذي ينتظره المحامين من الهيئة السعودية للمحامين؟ يعني ما المطلوب منها حتى تنظم هذه المهنة وتكون يعني أكثر تنظيما؟ أولا يعني الحقيقة هي هيئة سعودية للمحامين، كلمة المحامين تعني إخراج ما ليس هو محامي أو عدم إدخال ما ليس هو بمحامي في هذه المهنة. لابد من تنقية المهنة تماما، لا أقصد تنقيتها من سلوك المحامين الشواذ، ولكن أقصد تنقيتها ممن ليسوا هم بمحامين. ينبغي أن فعلا تكون قاصرة على المحامين. وتجربة السنوات يعني الماضية يمكن حوالي 20 سنة كانت المهنة تحت إدارة وسيطرة الإدارة العامة للمحاماة، رغم الجهود التي بذلتها مشكورة، إلا أن يعني هذه الإدارة كانت تؤدي العمل بصورة نمطية بعيد عن المحاماة، بعيد عن أشياء، حتى أدخلت ورخصت لكثير ممن لا ينبغي الترخيص لهم أبدا يعني إلى هذه المهنة. فهنا الحقيقة أنا جدا سعيد بما أظهرته بالنظام الإلكتروني الأخير الذي أظهرته هيئة المحامين، وبدأت بتقديم الطلبات العضوية بدءا من المطلبات النظامية، يعني حتى يمكن أن لا ينضم إلى عضوية هذه الهيئة إلا من كان بالفعل محاميا. بالنسبة لما سبق طبعا
نظرا لعدم معرفة بعض الأخوة الأفاضل في الهيئة الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل بهذه المهنة، فأدخلت بها لهذا، حتى في بعض المهن مثيرة للدهشة أن تنضم وأن يمارس يعني الذين يحملون ذلك المؤهل مهنة المحاماة بكل أسف يعني. لكن الآن إن شاء الله تعود الأمور إلى نصابها ولا يمتهن هذه المهنة إلا هم. نجد أنهم مثلا كانوا لا يعترفون بخريجي قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب، تجي أنت خريج كلية الآداب دراسات إسلامية لا تنطبق عليك شبت ولا يعترف بك. حدث أن قامت الجامعة بتعديل الاسم في تلك الكلية، في نفس الكلية، من قسم الدراسات الإسلامية إلى قسم الدراسات القضائية، فهرع الخريجون السابقون قبل 15-20 سنة إلى ذلك القسم وحصلوا على شهادات جديدة يعني أو إثبات جديد بالمسمى الجديد، وراحوا سجلوا وحصلوا على تراخيص محاماة. ناهيك عن إدخالها أيضا بعض يعني الدراسات التي لا علاقة لها بالقانون مثل العدالة الجنائية. العدالة الجنائية جزء من دراسة علم الاجتماع يعني، هذا أمر معلوم للأسف، بدأت واعتبرتهم قانونيين وأدخلتهم. بعض الكليات في الرياض نجدها تقبل الماجستير في القانون ودكتوراه في القانون من هم ليسوا خريجي قانون ولا شريعة في الأساس، ولكن يأتوا ويضغطون على الهيئة وقبلتهم. هناك بعض من لديهم تراخيص تعقيب قديمة جدد لهم مرة واثنين وثلاثة على مدى 20 سنة. فالحقيقة أن سيطرت أو هيمنت الهيئة العامة للمحامين الآن على هذه المهنة بدءاً بتعريف المحامي، فهذا أمر جيد إن شاء الله. طيب حين بتكمل عن المحامين وهموم المحامين، ولكن أستاذنك وسادة المشاهدين بهذا الفاصل القصير، وبعد الفاصل نعود. يا أهلا فيكم من جديد، نتابع حديثنا عن وزارة العدل وكذلك ما يتعلق بهيئة المحامين وإطلاقها لعدد من الخدمات خلال اليوم. ويتابع معنا الحديث حول هالموضوع من سيدوهاتنا في جدة دكتور عمر الخولي المستشار والمحامي القانوني. طيب دكتور، على أساس بس أكون يعني، هو عندنا موضوعين تتعلق بالعدل، تكلمنا عن موضوع هيئة المحامين والمحامين يعني، وتكلمت أنت عن بعض الإشكالات اللي تتأمل أن هيئة المحامين بإذن الله يعني يكون لها بصمة في احتوائها وعلاجها ودعمها المهنة والمحامين، وحط بين قوسين بعد المحاميات. احنا نعرف أن عندنا محاميات الآن بعد أن فتح قسم القانون في كثير من الجامعات وفي إقبال كبير من الفتيات، هل الجزئية ما الذي تحتاجه المحامية السعودية حتى تتمكن من مهنتها ويكون لها دور في مجتمعها؟ تحتاج الحقيقة إلى تقبل المجتمع لذلك، أو بعض من عناصر المجتمع أو العاملين في المحيط القضائي والقانوني لفكرة وجود محاميات. الحقيقة الفكرة لم تكن مقبولة في البداية ولا زالت يعني غير مقبولة عند البعض، حققت نجاح وكانت فكرة إيجابية، ولكن لم يزل بعض يعني من يمارسون العمل القضائي لا يقبلون أن تترافع محامية، أو لا يقبلون أو يعني يعمل على تصيد أي خطأ منها لإخراجها من الجلسة أو ل يعني تعطيل عملية هذا أو استبدالها يعني بمحامي أو شيء من هذا القبيل. لكن عموما في مجال الدراسات والأبحاث القضائية وإعداد المذكرات أثبتنا وجودهن. وأنا عندما يعني أشير إلى المحامي فيقصد به المحامي ذكرا كان أم أنثى يعني. جميل. طيب بس الدكتور يعني المحامين بشكل عام ومن ضمن المحاميات بالتأكيد في هذه الدائرة يعني كانوا دائما يشتكون من تعامل يمكن بعض القضاة معهم وطريقة تعاملهم معهم عندما يقومون بالمرافعة عن يعني موكليهم، معاناة موجودة لديهم فيما يتعلق بهذا الموضوع عبر شواهد لكثير من الجلسات اللي حضروها. يعني أنت تؤيد هالموضوع أنه فعلا في بعض القضاة ما زال لا يحترم المحامين، أو أنه ما أدرك يعني العمل الحقيقي للمحامي؟ نعم، بكل أسف حتى هذا اليوم
هناك نسبة كبيرة من العاملين في القضاء أو القضاء خلينا نقولها مباشرة لا يزالوا يعني يتحسسون من مفردة محامي أو من وجود محامي أمامهم، ويعملون على يعني مضايقته أو الإساءة إليه أو يعني إخراج من الجلسة أو طلب الأصيل أو يعني أو الإقلال من شأنه. للأسف الشديد كثير من القضاة تأهيلهم الدراسي والعلمي لا يأهلهم أبدا لتقبل شخص يعني يزجي له بالنصح أو يبدي له النصح ويحاول أن يحدد له معالم القضية وكيف يعني ويحاجج أو يجادل فيها. القضاة دأبوا على التعامل كأنهم الحقيقة يعني هم الموقعون على الله في الأرض، وهم يعني أحسن وصف الحقيقة أحيل إلى مقطع نسيت اسمه الآن الحقيقة يعني وصفهم الوصف الذي ينبغي. ولا أنكر الواقع في بوجود عدد من القضاة بالذات في الدوائر التجارية والإدارية يعني إلى حد كبير يتقبلون، بالذات اللي تخضع لديوان المظالم يتقبلون المحامي ويعمل ويأخذون بهذا ويجادلون ويأخذون بنصحه أو قوله أو مقترحاته أو يتفاعلون معه في أثناء سير القضية، على خلاف المحاكم الجزائية والعامة كأنما هذا عدو قادم. فإن كان هذا شأن الرجال فما باله يعني بالنسوة ماذا يفعلنا؟ طيب خلينا نروح لملف ثاني. أتمنى بس يعني أن وزارة العدل يعني والهيئة على وجه التحديد هيئة المحامين أن تدعم هذا الموضوع بحيث أنه يكون هناك احترام ودعم للمحامين وتواجدهم في المحاكم بشكل عام. طيب خلينا نروح ملف ثاني بالعلاقة بالعدل، دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض يعني من بداية عملها أعلنت أراضي تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 12 مليار ريال وأعادت حقوق تقريبا 30,000 مساهم، كيف تنظر لها الخطوة؟ الواقع خطوة إيجابية جدا، ولكن لابد أن يعني نسند الفضل إلى أهله. هذه بدأت هذه اللجنة قبل إنشاء الدائرة، بدأت في وزارة التجارة التي أنشأت لجنة خاصة بالمساهمات العقارية وبدأت عملها وأنهت الكثير، كانت لجنة واحدة مركزية على مستوى المملكة. أولا هذه اللجنة حالت دون استمرار كثير من عمليات المساهمات العقارية التي كانت قد تقود إلى كثير من يعني الخسائر، ثم تعاملت مع القضايا القائمة وقامت باستدعاء الأطراف وإيجاد الحلول، وفعلا بهدوء تم القضاء على كثير من المشاكل وإعادة الحقوق لأصحابها واستردادها، حتى لكن وجد أن هذا عمل قضاء ينبغي أن يسند إلى القضاء بعيدا عن السلطات التنفيذية مثل وزارة التجارة. فتم إنشاء هذه الدائرة والحمد لله يعني الفكرة جدا رائعة حماية للناس. ووزارة التجارة أصدرت تعليمات خاصة بالمساهمات بشأن ملكية الأرض وبشأن الصك واستمرار الصك والقروض وطرح يعني طرح الأسهم وكيفية السبل، كل ذلك حماية للمواطن الذي كان يعني سرعان ما ينخدع وراء بريق الكسب المادي السريع. طيب دكتور يعني هناك من يرى أنه من أسباب تعثر المساهمات العقارية هو أن يكون هناك فيه يعني تنازع ما بين جهات الاختصاص يعني الحكومية، إيقافات مثلا في صكوك التملك لبعض المساهمات، أو أنه مثلا بعض المساهمات القديمة تتسبب في تعثر يعني أو تسبب في تعثرها أنه توفي صاحب المساهمة على سبيل المثال. هل الأمور المعقدة يعني مشكلة المساهمات العقارية ما زالوا ناس من سنين طويلة وهم يبحثون عن حقوقهم وما زالت المشكلة دائرة، وإن كان في خطوات إيجابية يعني في الأونة الأخيرة لكن أتوقع يعني ما زال مجموعة من المتضررين ينتظرون؟ بكل أسف هو السمة العامة لكثير من الأمور لدينا نحن نتركها يعني تكبر مثل كرة الثلج، تكبر 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 ولا نبحث لها عن حلول ولا نحاول القضاء عليها وحماية الناس من إلا بعد أن تتضخم إلى حد بعيد. هناك الكثير من المساهمات
في المنطقة الشرقية وفي المنطقة الغربية وفي المنطقة الوسطى. الحقيقة كان واضح أساسا أنه لا ينبغي أن تبدأ هذه المساهمات بأي حال من الأحوال ولا أن تطرح يعني لسبب يتعلق بملكية الأرض أو بأشخاص أصحابها. ومن الطبيعي عند وفاة المساهم يتحول الأمر إلى الورثة أو إلى التركة، فيدخل المساهمون في نفق مظلم آخر وتستمر. وللأسف قضايا ارتباطها طبعا بعدد من عدة من الجهات الحكومية نجد أن هذا قضية المساهمة تستغرق من 10 إلى 20 سنة دون أن يعني تنتهي. ولدينا عدد من المساهمات حتى ليس في العقار فقط، هناك في سلع أخرى وفي أو مواد أخرى حتى الآن لم تحل رغم انقضاء نحو 20 سنة على نعم. يعني على إنجاز هذه المساهمات، ولا أمل في الحل القريب، لا سيما إذا أعسر صاحب المساهمة، هذه يزيد الأمر سوءا. أنا أتمنى بس يكون بإذن الله يعني كون الموضوع صار من اختصاص وزارة العدل الآن، ومع الشكر لجهود وزارة التجارة السابقة، لكن إن شاء الله تسرع هذه العملية وخاصة الأمور المعلقة من سنين والمساهمين ما زالوا ينتظرون. شكرا لك دكتور عمر الخولي المحامي والمستشار القانوني، كنت معنا من استديوهاتنا في جدة. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعد الفاصل نعود لكم.